يا عالم، هذه الرسالة من تحت النار، والله من تحت النار. يا عالم، وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا لهم انه احنا اطفالنا قاعدة بتموت ونسائنا بتموت. احنا مش خايفين، والله ما احنا خايفين. هي انكصف ورانا، لكن يشهد علي الله انها دموع خذلان. يا أمة يا أمة يا الله يا الله. يا عالم يا عالم، وصلوا صوتنا للعالم. يا عالم، احنا بنموت، اقسم بالله نباد، اقسم بالله نباد. يشهد الله انها ما هي دموع خوف، والله انها دموع خذلان من هذه الأمة، الأمة الضعيفة، الأمة الميتة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. والله ما احنا مسامحينكم، والله ما احنا مسامحينكم، والله ما احنا مسامحينكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا في مخيم الشاطئ، لربما تكون اخر رسائل، لربما تكون اخر اشي تسمعوه مني. اللي بحب احكيه، وصلوا صوتنا ولو مرة لهذه الأمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحياء أحياء تباد، أحياء تباد. ليل نهار هذا حالنا، ليل نهار هذا حالنا. عائلات بأكملها تحت الإنقاذ، أطفال، رجال، نساء، كل ما تتخيل كله تحت الخطر. ما في منطقة آمنة في غزة. اللي بيحكي لك غير هذا الكلام بيكون بيصبر فيك وبيكذب عليك. أما إحنا بحالنا في غزة، هو هذا اللي أنتوا قاعدين بتسمعوه بتشوفوه. وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأمة الضعيفة. حسبنا الله.